يا مشير قالوا لي صدام حفتك كان دويتي عليه ويعزف الكنايس. يا باي خفت خفتنا خفت يا صدام خفتنا. انا ما خفت من وسام بن حميد اللي كان عنده قوه اكثر من صدام. حاربوا حاربنا صبوا صبينا عيطوا عيطنا ضحوا ضحينا نحن ما عندنا ما نقولوا فيهم. لكن يا مشير رأي ورأي الشارع نحن ما نبوش حكم العائلة.